الله والابن والروح القدس آل واحد آمين. ماشي جدعان، جيتوا النهارده يعني الدنيا بدأت تبرد بكرة على فكرة وبعد لسه برد برضه. لسه طلعوا الإنجيل، طلع إنجيل يعقوب صح واحد، يعقوب صح واحد. نبتدي بقى رسالة يعقوب النهاردة. تالي كان وزعوا عليكم بقى المرة اللي فاتت المقدمة بتاعت يعقوب وتفسير أول إصحاح وكده، ففرصة إن احنا نتكلم شوية على إصحاح واحد في رسالة يعقوب. أما نبتدي بس يعني فكرة كده بسيطة، مين هو يعقوب؟ قريته بقى مش كده؟ مين هو يعقوب؟ أهل التلاميذ، أوكي؟ في كم يعقوب عندنا؟ ده يعقوب ابن خالة المسيح صح، وفي يعقوب ابن إيه؟ ابن زبدي، في ابن حلفة. يعقوب ده بقى اللي هو ابن خالة المسيح يسموه أخو الرب، أخو الرب. ده كان أسقف أورشليم، أسقف أورشليم. لا، ابن خالة المسيح كان واحد اسمه يعقوب ويهوذا ويوسي، ثلاثة. لا لا، ده مش ابن خالته، لا ده واحد من التلاميذ، ده اللي هو اخوه اسمه يعقوب، ده حبيبه. يعقوب كان اسقف اورشليم وكان ناشف مع نفسه، والرساله بتاعته لما تقرا كده تلاقي يعني واحد عملي، واحد عملي وعاوز بقى يدي كده نصايح عمليه بحيث شعب الله كده يكون واضح في السلوك بتاعه يعني كده. في ناس بتتضايق من رسالة يعقوب، يعني في كنايس بتتضايق من رسالة يعقوب اعتبر انه بيتكلم عن الأعمال، في كنايس تحبش تتكلم عن الأعمال تقول بس كله بالنعمة. فبس توضيح للنقطة دي، بولس الرسول اتكلم عن الإيمان وهاجم الأعمال، بس هاجم أعمال ايه؟ هل هاجم الأعمال كسلوك مسيحي ولا هاجم أنهي أعمال؟ مهم النقطة دي تكون واضحة معاكم. بولس الرسول في روميا مثلا هاجم أعمال الناموس، إن كان في فريق بيقول إيه؟ بيقول إن لابد عشان تبقى مسيحي تبقى الأول إيه؟ يهودي. فكان بيهاجم النقطة دي، العمل الذبايح والفرائض ده الناموس مش دي اللي هتوصلك، اللي هيوصلك ايمانك بالمسيح. كويس؟ يجي يعقوب بقى يقول ايه؟ لابد ايمانك يبان بايه؟ باعمال. الاعمال بيتكلم عليها يعقوب غير الاعمال اللي بيتكلم عنها بولس. بولس بيتكلم عن اعمال الناموس ما توصلكش، صح؟ دي كانت مجرد تمهيد للمسيح. انما اعمال اللي بيتكلم عليها يعقوب دي ثمرة الايه؟ الايمان بتاعك، انك انت تصلي، انك انت تخدم. زي ما بقول هنا في الاصحاح هنقرا في اخر 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 ايه يقول لك الديانه الحقيقيه عند الله هي ايه؟ افتقاد اليتامى والارامل وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم. كل ده ايه؟ ده معناه عمل. فاهمين؟ طيب خلينا بقى نخش في رساله يعقوب، نقراها كده مره مع بعض زي ما عملنا المره اللي فاتت. تقولوا لنا الجزء اللي عجبك والاسئله بتاعتك ونعمل مناقشه كده مع بعض. من رساله يعقوب الرسول، بركاته علينا جميعا امين. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام الى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. إنما إن كان أحدكم تعوز حكمة عيّل،
فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجة. فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول. الشمس أشرقت بالحر، يبست العشب فسقط زهره وفنى جمال منظره، هكذا يزبل الغني أيضا. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. إذن يا أخواتي الأحباء، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته. لم تزل نعمة الله الآن فلتكن مع جميعنا، الأمين. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم. أوكي. تسأل ولا أسألكم؟ أنا أسألكم تابل أول سؤال. ليه بيقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة؟ مش دي يعني مفهوم صعب شوية؟ حلو، فهنا بيدي نظرة جديدة. أيوة، نظرة جديدة. على أنهي أساس بقى من اللي قريناه؟ على أنهي أساس؟ يعني إمتى تبقى الدقيقة فرح لو خدتها بإيه؟ ها؟ لا، خدوا من الكلام اللي هنا. ها؟ من الكلام اللي هنا الدقيقة تبقى فرح إمتى؟ لو أنا عندي إيمان. عارفين إيمان يعني إيه؟ مش سعد بس يعني. يعني ايه ايمان؟ ان ثقة ان انا واخدها من ايد ربنا. طبعا التجربة اللي هنا يقصد بها ايه؟ انهي نوع من التجارب؟ الدقيقة اللي انا ماليش ايه؟ ليه دخل؟ يبقى الدقيقة هنا اللي حاجة اللي هي جات عليا من مش عامل حسابها، مش سبب غلط مني ولا حاجة، ده حاجة حصلت. تجربة. لانه بعد كده بيتكلم على تجربة تانية، على دقيقة تانية، مش كده؟ لن تصبكم تجربة الا بشرية، دي حاجة تانية هنيجي ليها دي. ده انا جبتها النفس، دي جبتها النفس، انما دي حاجة جاية عليا، دي مرض، حادثة، وتفر الحاجات اللي بتحصل في حياتنا كلنا، في حياة الناس. طيب، يبقى دي اولا باخدها بإيمان ان ربنا هو اللي مديهاني بإيده او سامح بيها. ان انا اصبر. ليه الصبر مهم هنا؟ استمرار التجربة. ليه الصبر مهم هنا؟ حلو، بس انا ممكن يكون عندي ثقة في الله بس مش صابر، مش قادر اصبر. يبقى هنا الاثنين لازم يمشوا مع بعض، مش كده؟ لان ممكن ربنا لما جاب التجربة لأيوب كان لازم ايوب ياخد الايه، الكورس على بعض. ياخد الكورس على بعض، ربنا بيدخله في كورس عشان يعلمه حاجة، فايه كان لازم ايوب يصبر، ما يستعجلش، ما يقعدش يسأل كتير، لان كتر التفكير يتعب. كتر التفكير يتعب. خليك صابر وسلم، هتخفف على نفسك الحمل، هتخفف على نفسك الحمل لما انا اكون عندي صبر. عشان كده بيقول ايه، اما الصبر فليكن له ايه، عمل تام. يبقى التجربة عشان تبقى فرح يبقى لازم اخدها بإيمان، اخدها بصبر. في نقطة ثالثة،
برضو في الكلام هنا. ها اقروا كده على طول الآية اللي بعدها. ما هو الصبر لازم ايه، اكون صابر واطلب صبر اكتر كمان. لما في حاجة تالتة بقى بعد كده، حكمة. يعني ايه بقى حكمة؟ حكمة يعني ايه؟ ما تجيش تستعجل. ها ابراهيم ما لقاش، لقى الناس اتاخر، راح ايه، راح متجوز هاجر. ها عدم حكمة، صح؟ سوري هنتكلم كده على ابونا العظيم ابراهيم، بس يعني الكتاب كاتبها عشان نتعلم. ها صح. لا مع التجربة حكمة، ما تستعجلش. ما هو لما انا ما عنديش صبر ممكن استعجل واروح ارفع قضية، واروح متصل مش عارفة ايه وعامل ايه، الاقي نفسي ايه. الحكمة مطلوب. اصبر اصبر للرب، تقوى. عارفين المزمور دوت؟ تقوى وانتظر الرب. تشدد وتقوى وانتظر الايه، الرب. دي حكمة، حكمة ان انا ما استعجلش، حكمة ان انا اطلب مشيئة الله، حكمة ان انا اتعلم من المواقف اللي حصلت قبل كده، حكمة ان انا ابص حواليا واشوف الناس اللي برضو دخلوا في حاجات كده هوت واتعلم. خلين بالكم، او من الاباء او كده. طب ما عنديش حكمة اعمل ايه؟ اطلب. من لا يعني وان كانت عاوزه حكمة يطلب، بس يطلب بايه؟ يطلب بغير مرتاب، بايمان غير مرتاب. يبقى انا اللي ينطبع الحكمة ينطبع على اي حاجة، اي حاجة ناقصة عندي اطلبها خدها، بس اطلب ازاي؟ بايمان غير مرتاب بلا شك. يعني ايمان غير مرتاب، يعني اقول لكم حاجة، المسيح مرة قال ايه؟ كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. ده وعد ده ولا لا؟ ولا لا ده وعد جاي من مين؟ من الحق نفسه، من الحق نفسه. يبقى انا يعوزني حكمة، يعوزني صبر، يعوزني ايمان، فاهمين؟ اطلبها من ايه؟ من اللي بيدي ولا يعير، معناها هيديك، ودي حسب مشيئته. هل هل انت كنت عاوز احط ضلعين كاني مخمس طيب يا ممكن تقول ده بيؤدي لده، ده بيؤدي لده. حلو قوي التامل دوت. بس مهم ان احنا ايه، ناخد بالنا محدش يبص لنفسه ويستصغر نفسه. اللي مش عندك اطلبه. لازم هنا اقول لكم حاجه بقى، اما اجي اصلي امتى تبقى الصلاه مقبوله وامتى تبقى الصلاه مش مقبوله؟ اولا تكون بايمان. احنا لسه قايلين موضوع الايمان، لازم تكون بايمان. انا واثق ان انا بطلب من اللي يقدر يديني، مش يعني مش احتمال يقدر واحتمال ما يقدر، لا هو يقدر يديني. اوكي، وتاني حاجه ايه؟ حسب ايه؟ مشيئه الله. هل تلبط الحكمه دي حسب مشيئه الله؟ طبعا. ما انا عاوز حكمه عشان افهمه، عشان احبه، عشان اصبر، صح؟ بالرجع بقى، مثلث بالرجع. صح؟ فهنا اطمن وانت بتطلب حاجة زي كده هوت، دي حسب مشيئة الله، ودي تلج فيها زي ما انت عايش. انما لما انا اجي اقول له انا عايز ريز في المرتب بتاعي، هل دي حسب مشيئة الله؟ ما اعرفش. انا عايز ضروري تدي قريبتي بيبي، قريبتي دي لازم تتجوز في اقرب فرصة، فلان دوت عاوز اخلص منه. في طلبات مش ايه، ما مش عارف اذا كانت دي حسب مشيئة الله ولا لا، صح؟ يبقى انا محتاج ايه؟ دي ملجش فيها، دي ممكن اقولها
مش لتكن ايه مشيئتك، انما حاجة زي الحكمة ده انا اطلب وامسك في جلبيت واقول له لن اتركك ما لم ايه تباركني. طالب صبر، طالب ايمان، طالب محبة، طالب غفران، طالب اتضاع، كل ده ما ينفعش من غيره. طيب احنا عرفنا موضوع الطلب دوت، وهنا بقى ما بيتكلم على الطلب بيقول لك بقى ما تبقاش ايه برأيين كده، عامل زي الموجة. الموجة بتعمل شكلها ايه؟ تطلع وتنزل وتهبد وتطلع وتنزل. ينفع الواحد لما يكون البحر متموج جامد تمشي حتى مركب عليه؟ تمشيش، يقلب الموج ده، ممكن يقلب المركب، صح؟ فالإنسان اللي مش عارف هو عايز ايه ومتقلقل ويغير رأيه، يقول لك لا يظن ذلك الإنسان انه شيء ينال ايه شيئا من عند الرب. ليه؟ لأنه هو مش ثابت. مرة بيؤمن بربنا، ومرة يشك في ربنا، ومرة يطلب وبعد كده يرجع يطلب من الناس. اثبت اثبت، لأن التقلقل دوت يخليك ايه ما تاخدش حاجة، يخليك ما تاخدش حاجة. شوفوا الإصحاح واحد بس عمال إيه يدي نقط عملية كتير، ودي حلاوة رسائل الكاثوليكون، إنك أنت لما تقرأ بولس الرسول تلاقيه الرسالة كلها بيناقش إيه قضية أو اثنين أو ثلاثة بالكتير، 10 إصحاحات 15 إصحاح بيناقش قضية. هنا بقى تلاقي 4 5 إصحاحات بس كل إصحاح مليان مواضيع، بحيث إيه كأنه إيه بيدي وعظة شاملة كده هو. كويس. طب في حاجة رابعة بقى تخليني أحتمل التجربة، هي ايه؟ برافو، تواضع، صح. ايوه تواضع. يبقى عدد 9 ده عاوز يقول ايه؟ ليفتخر الاخ المتضع بارتفاعه، ان ده هو ده اللي ايه هيخليك تقدر تحتمل التجربة. يعني طول ما انا حاسس، يعني ايوب كان ايه مشكلته؟ لا انا ليه يحصل فيا كده، انا كويس. بينما المتواضع يقول ايه؟ ده انا استاهل اكتر من كده، ده انا كويس، ربنا رحمته عليا كبيره، صح؟ انا بقولش ان ايوب متكبر، بس عاوز اقول يعني طريقه التفكير. يعني ايوب وهو بيحاجج الله وبيناقشه يقول له يعني الناس الكويسين الوحشين انت سايبهم، وانا اللي كنت بعمل وساوي و و و و تعمل فيا كده، انت عاوز ايه تعمل فيا ايه؟ اللي تضع غير كده شويه بقى، اللي تضع واحد ايه يقول لك يفتخر الاخ المتضع بارتفاعه. إيه ليه؟ لان عاوز يقول ان واحده زي العذراء كده لما يجي لها الملاك يقول لها الخبر الصعب اللي جابه لها دوت، وخبر صار لينا بس ليها، مش متعب، صعب، صح؟ تقول له انا مستعد، انا امة الرب. يعني ايه امة الرب؟ انا في اللي انت عايزه، انا في اللي انت عايزه، انا ملكك. اما دي يعني ايه ملهاش ثمن. ملهاش ثمن وملهاش راي وملهاش حريه، انا بتاعك، بتاعتك، انا امة. هو ده اللي يستحمل التجربه. واحد متضع يجيله التجربه انك انا فين، ده انا في ناس اوحش من كده بكتير، ده انا يعني محظوظ، ده ربنا بيحبني. يعني انسان بعد شر عنكم وتحصل له حادثة ويطلع منها سليم، بس العربية باظت كسرت، واحد يبكي جامد جدا العربية، واحد يقول اشكر ربنا ان انا سليم. المتواضع يقول اشكر ربنا ان انا سليم، ده رحمة ربنا، ده كان بعت الملائكة كلها محوطة عليا عشان اطلع سليم. والتاني متنرفز، وازاي يحصل كده والعربية وانا مش غلطان وانا ارفع قضية. اهدى بس، اهدى، بص على النقطة الايه هنا ورا عشان تجربة تعدي، otherwise هتتقل. لما واحد ميبقاش راضي التجربة ايه تتقل، بينما الواحد لو راضي لست تستعجب. ابونا مخائيل ابراهيم جاي الناس تعزيف ابنه الكبير، ها لا هو اللي بيعزيهم، وجروا الخبر امتى؟ وهو بيصلي القداس،
ابنك ابراهيم راح الشام، تعال شوف وفصل القداس. اما يخلص ده ايه ده ابنه الكبير راجل، ها هو ده بقى الانسان البسيط اللي يتعدي التجربة وكأنها موجة كده، وهو ايه نزل عشان الموجة تعدي ايه من فوقه. يبقى هنا نقطة رابعة تخلي الانسان يحتمل التجربة اللي هي الايه الاتضاع. طب ليه هنا جاب الغني؟ هو عاوز يقول المتكبر يعني، يقصد عامل زي الغني بتاع سفر الرؤيا بيقول انا غني وقد استغنيت، يعني اللي عنده غناوه كده يعني، مش محتاج حد يعني، مش محتاج لان اللي حاسب نفسه هيبقى عامل زي ايه زهر العشب اللي تيجي الشمس ايه تحرقه، عارفين الزهره الصغيره دي تبقى شكلها حلو ويجي شويه شمس تروح حرقها، يعني ملوش يعني كيان واصل كده المتواضع، تلاقيه ايه عنده اصل كده غويط. كان البابا كرولوس يحب قوي الانبا اثناسيوس المتنيح الكبير بتاع بني سويف، اسمع كده يعني كان يقول انبا اثناسيوس ده متر فوق الارض وخمسة متر تحت الارض. هقول يعني هو يعني عميق، خمس اسقفيات دلوقتي. لا بس ناسيس ده علامة في الكتاب المقدس وقمة في الاتضاع. ده عمل ايه ده؟ انا قعدت اسمع كده الانجازات بتاعته، ده يعني سابع عشره بكتير قوي، والنعمه شغاله معاه لانه متواضع. يعني شفت واحد كان بيعمل معاه حديث، كان مذاع كده على اليوتيوب، قاعد على الارض كده هو ولا اسقف ولا بتاع، تحس كده ان هو يعني الراجل عمال يديله احترام وهو عمال يتكلم معاه كده ببساطه، هو يعني تحس يعني احنا اخوات. عظمة داخلية عميقة جوه، هل ما كانش فيه تجارب في حياة الأنبا أثناسيوس؟ ياما. إنما الاتضاع عمال يزيد، العمق عمال يزيد، يحسبوه كل فرح، كل تجربة تيجي ترفعه زيادة، كل تجربة تيجي تعظمه زيادة. ها مين دلوقتي ما يتكلمش عن الأنبا أثناسيوس وعظمة الأنبا أثناسيوس؟ كل الناس تعرف الأنبا أثناسيوس. طيب ايه بقى التجربة اللي غير كده بقى اللي هي في عدد 12 دي؟ سوري احنا قلنا في عدد 12 بيقول اللي يحتمل التجربة ده ياخد الايه الاكليل، كأن التجربة دي المدخل، الصليب هو مدخل القيامة، مش كده؟ الصليب هو مدخل القيامة. لا في عدد 13 بقى ايه بقى التجربة دي؟ برافو عليك. يعني هي يمكن في الانجليش اوضح، يعني هنا في 13 دي let no one say when he is tempted. يبقى دي اسمها ايه؟ temptation. يعني temptation يعني واحد اتحط في تجربة، بمعنى ايه؟ خطية، زي ما بنقول كده في ابانا اللاجئ، ولا تدخلنا في تجربة. يعني ما تخليش الشيطان يعمل لي فخ زي ما عمل لحواء، تعملش تاني يعمل لي فخ حاجة أنا ضعيف فيها فقع فيها، فاهمين؟ طب لو أنا وقعت يحصل إيه؟ ما تقولش بقى أن ربنا اللي جابها لي، يعني في ناس ساعات إيه تقول إيه ربنا عارف أني ضعيف ليه حطني في الموقف ده؟ أنت اللي اخترت، أنت اللي شاورت، أنت اللي قبلت. كان ممكن يحوى تقولي لأ للحياة، صح؟ يعني الحياة لو حوى حبت تلوم ربنا، لها كان ممكن ليه اتكلمتي معاها اصلا، مش كده؟ ليه اتكلمتي معاها؟
كان ممكن أول ما عرفتي إن هي بتشككك في كلام أبوك السماوي كنت إيه وقفتي الحديث، أنت اللي استمريتي تسمعي، أنت اللي استمريتي تسمعي، مش كده؟ ولا آدم لما يقول له المرأة اللي أنت سبتها، المرأة إيه بس يا آدم ما أنت غلطان، أنت شفت إن هي بتقول لك حاجة غلط تسمعها ليه؟ تقول المرأة التي أعطيتني، صح؟ فهنا محدش يقول ربنا السبب، محدش يقول ربنا لا، لأن الله غير مجرب بالشرور. يعني مجرب غير مجرب بالشرور بالإنجليش for God cannot be tempted by evil. الله مش ممكن يقع في شر، يعني حتى التجربة على الجبل حاول الشيطان يوقعه إيه في الشر، مش ممكن يقع في شر، ومش ممكن يقع إن هو مثلا يتغاظ من حد ولا ينتقم من حد، زي ما في ناس بتقول إيه ربنا بينتقم ده ربنا مش عارف إيه. الله غير مجرب بالشرور، ربنا ما ينفيش حد يغويه فإيه يروح إيه واقع في حاجة هو مش عارف يعملها مثلا، فاهمين؟ لا لا. فإياك، فبيقول للإنسان إياك تلوم ربنا في الإيه في اللي أنت جبته لنفسك. طب لما جيبه لنفسي بيحصل إيه بقى؟ إيه الخطوات بقى اللي هي في عدد 14 دي؟ إيه عدد 14 و15؟ في خطوات لا ايه هي يبقى في الاول انخداع بالشهوة، وبعد كده ايه حبلت الشهوة، الشهوة جابت ايه جابت خطية، الخطية جابت ايه موت. حد يحطها لنا كده بلغة كده نفهمها اكتر، يعني ايه الكلام دوت نطبقها مثلا في واحدة من التجارب. يعني مثلا أنا جالي فكر انتقام، صح؟ جالي فكر انتقام، طبق بقى فكر الانتقام على الايه على المراحل دي. يبقى في الأول أنا ايه انخدعت من ايه من شهوتي، عايز شهوة ان أنا انتقم فانخدعت من ايه، يبقى دي أول خطوة. تاني خطوة ايه؟ الشهوة ولدت ايه خطيئة. لو أنا بقى قعدت أفكر في الانتقام وملاني الرغبة دي، ممكن يتولد عندي ايه إرادة ان أنا ايه أعمل حاجة غلط. عملت حاجة غلط اتحكم علي، فاهمين؟ ادي الموت من ربنا، حتى مش شرط يعني، فاهمين؟ يبقى أنا انخدعت، قبلت الفكر، نفذت الفكر، حكم علي، ادي الايه اللي هو بيتكلم عليه. طب على اي حاجه يهوذا، لا خلينا على مستوانا احنا الحاجات اللي هي اليوميه ديت، لان انا يعني بلاش حاجات الكبيره. انا جالي فكر ان انا متغاظ من فلان، واخد بالك؟ كون بس ان انا اقبل الفكر ده ويملك عليا بيبقى صعب اطلعه. يبتدي بقى الفكر ده يعمل فيا ايه؟ خليني مش طايقه واتكلم وحش عنه، ادي فعل كده حبلت ولدت، واخد بالك؟ يتحكم عليا، تدينه يعني لا تدينه لكي لايه لا تدان، اتحكم عليا، الوصيه حكمت عليا، او ده اسمه موت، صح؟ لازم اتوب بقى عشان ايه اطلع من الموت ده. التوبه قيامه، صح؟ وهكذا. يبقى هنا الحكايه دي تلفت نظرنا لايه؟ احمي نفسي ازاي؟ حسبة النفس، بس قبلها ايه؟ فوق رؤوس، صح. حتى مش بس الحواش، انا قاعد كده وسرحان ومخي ما فيهوش حاجه مش شغله، عمال افكر، فالفكر جالي ايه؟ شفت بقى فلان ده احسن مني، وليه يعمل اكتر مني، وليه يبقى ما مركزه احسن مني، ده انا اقدم منه، مش عارفه ايه. انا قبلت الفكر ده، الفكر ده جاي معاه سلام مش جاي معاه سلام، حسب مشيئه الله، حسب الوصيه، حسب المحبه، حسب المقدمين بعضكم بعضا في الكرامه، واخد بالك؟ فهتلاقي الفكر ايه مش راكب، هو ميك سنس ليا وحسب كبريائي بيرضيني،
انما مش حسب فكره الله. فلاقي الفكره دوت ايه، انا قبلته. وانس ما قبلته بدات تتولد عندي بقى ايه، ضلمه جوايا. الضلمه دي كفيله ان هي ايه، تدفعني اني اعمل ايه، حاجه غلط. ولما اعمل حاجه غلط بقى ايه، بقى في موت. طب ليه هو بقى في عدد 16 ايه علاقتها باللي احنا بنقوله؟ في ايه؟ بس برافو عليك. يبقى هنا اما الرد على حتة اني اجرب من ايه، من قبل الله. الله هو صفته ايه بقى؟ هو ده بقى، لا تضلوا. الله ايه؟ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. يعني الله ما بيجيبش غير الخير. يعني حتى في التجارب الاولانية احسبوه كل فرح، حتى التجارب اللي جايبها ربنا كفيل ان هو يحولها للخير، صح؟ مش اخوات يوسف جايين مرعوبين من يوسف، قال لهم انتم قصدتوا ايه بشرا، وايه الرب قصد به خيرا. يبقى ربنا بيوجه كل حاجة للايه، خير. ايوب كل اللي جراله دوت لقيه في الاخر قال ايه، سمع الاذن سمعت عنك والان ايه، رأتك عيناي. ورجي في الاخر ربنا يقول لاصحابه خلي ايوب ايه، يصلي عنكم عشان ارضى عنكم ويقدم ذبيحه باسمكم. فاهمين؟ يبقى التجربه عملت ايه، عمل تام، حاجه. ها، ده بقى اللي هو بيقول ان كل موهبه تامه هي من فوق نازله من عند ابي الانوار، ملوش، ما عندوش تغيير. مش ربنا كويس النهارده بكره مانش مزاجه ايه، لا، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ها، شاء فولدنا بكلمه الحق لكي نكون بكوره من ايه، من خلائقه. يعني احنا هنفضل اولاده مهما عملنا ومهما حصل، نحن ايه، بكوره خلائقه. يعني احنا غاليين عليه جدا جدا جدا. كويس؟ طيب مين يعلق بقى على ايه 19 و20؟ تعليق ايه؟ ايه الحكمة بقى؟ ايه الحكمة اللي فيها؟ ايوه انبا ثانيوس. ده قول. انبا ثانيوس عارف ايش كده. فيما في موضحها. في سفر ايوب لما الثلاث اصحاب قعدوا يخبطوا في ايوب، وايوب يعني قضوا عليه يعني. جيب عن كل ما كلهم خلصوا بقى كده، راح قاليه هو ايه، بيتكلم كلام الحكمة. يبقى هنا استكمالا للكلام، يعني هو في الاول بيقول خليك ايه، فرحان بالتجربة، ربنا بينقيك. والتجربة بقى تستحملها بالايمان وبالصبر وبال بالحكمة والاتضاع، مش كده؟ بس خلي بالك ان انت ما تغلطش، لو غلطت انت اللي بتجيبه لنفسك، مش ربنا اللي جايبه. ربنا معلوش دوران ولا ظل تغيير، صح؟ ظل دوران ولا تغيير، ها؟ خالص. طيب اسلك ازاي بقى عشان افضل بقى في الحكمه؟ قال اهو دي نصيحه حلوه. النصيحه الحلوه ان انت اسمع كتير. اقول لك يعني ايه اسمع كتير؟ اسمع كتير تحمل معنى انك تسمع وتفكر. تسمع كتير تحمل بمعنى ريح اللي قدامك، يمكن هو غضبان شويه محتاج اللي يسمعه مش اللي يهب فيه. اسمع كتير بمعنى
ان انت ممكن تكون غلطان. فكر كده وانت هو بيتكلم، ممكن تكون انت غلطان مش هو اللي غلطان، بس انا طبعا بكبريائي مش شايف غير الغلط بتاع التاني، صح؟ وهكذا. دي معنى كلمة اسمع كتير. طب مبطئا في التكلم ليه؟ يعني شوفوا العذرة كده تيجي تتكلم مش معناهاش، معناش معناش صوتها كلام قليل. كانت ايه؟ تحفظ تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في ايه؟ اهو دي بقى ايه؟ اسمع كتير. كانت تسمع الرعاة جايين تروح حافظ الكلام جواه. كانت تسمع شافت الموقف بتاع عرس قانا الجليل شالت ايه جواها كده هو وهكذا عمالة ايه تفكر، بحيث لما تطلع الكلمة تطلع ايه، او زي ما كده عبده بيقول بقى يعني تفاحة من ذهب في مصون فضة، كلمة كده ياه تمام. يقال على ابونا ميخائيل ابراهيم، كان تعرفينه طبعا، عارفين من ابونا ميخائيل ابراهيم ده كان في شبرا اتنيح 79 اتنيح 75 سوري، كان اب اعتراف البابا شنود اب اعتراف بقى الناس الكبار كلهم يعني، كان راجل حكيم جدا بس راجل صلاه، راجل صلاه. بيحكوا عنه كان يعني مره عايزين ياخدوا بركته في المجلس الكليريكي، تعرفين المجلس الكليريكي بقى دوت يعني ناس طايحه في بعضيها ومش عارفه ايه، والاباء اللي يخشوا المجلس الكليريكي دول لازم يكون عندهم صبر جامد جدا عشان يهدوا الناس والطلاق ومش عارفه ايه كلام من ده. فقعدوا كيف كده صعبه كده، قالوا ابونا فايت تعالى اقعد فسطينا وساكت خالص، فعرضوا الكيف كده هوت صلوا كده يا بنا الذي، وقعدوا بقى عرضوا الكيف كده هوت، وكان قاعد البابا شنودة وقاعد الانبا يؤنس وقاعد ابونا صليب سوريان. وبعدين بعد ما كلهم بقى كده اختلفوا ما وصلوش لحاجه فتره، هو يا ابونا مخيل ايه رايك؟ قال لهم طب نصلي. قال لهم احنا صلينا في الاول، تعالوا نصلي. رفع ايده كده يعني بالطريقه بتاعته دي بقى، وقعد رفع طلبه كده جميله من اجل الموضوع ده وقعدوا. يوم قعدوا جات لهم فكره حلت الموضوع، كلمه كلمة حلت الموضوع. مش عارف ابونا مخيل هو اللي قالها ولا حد تاني، بيقولوا كنت فين يا ابونا؟ كلمة تتقال بصلاة. يعني ست العذراء ما كانت تتكلم، ما كانتش تتكلم كتير ليه؟ لانها بتصلي كتير. تمام، اللي بيسمع كتير تعمل ايه؟ يراجع مع ربنا، اقول ولا ما اقولش؟ ايه رأيك؟ طب اتدخل ولا ما اتدخلش؟ طب يا رب اديني كلمة. وساعات في موقف لازم اتكلم لما اتكلمتش في وقت الكلام غلطان، صح؟ ولو اتكلمت في وقت الصمت غلطان، محتاجة حكمة، صح؟ هو ده صمت غلط ده كان حياته يزعق فيها اوعي صح صح. ونفس حكاية بقى في الغضب، يعني انا مش هتكلم غير لما بعد ما اصمت واسمع. الغضب بقى كذلك، انا بغضب ليه؟ حكمت بس بريماتيور، بدري حكمت، بدري حكمت اللي قدامي غلطان. طب انت فكرت في كل النواحي؟ يمكن هو عنده وجهة نظر سمعتها. عادة اللي بيغضب كتير ما بيسمعش كتير، بيلاقي موقف كده يتنرفز يتعمي ما بقاش عارف يقول ايه، غضب. صح؟ اسمع، سمع ده هيساعدك في الكلام وهيساعدك انك انت ايه تهدي الغضب. لو انت قعدت تسمع وبدل ما تتفاعل اسأل اسئلة، افهم اللي قدامك، اعرف الموضوع اتعمل ليه وبدي من امتى مش عارفة ايه،
واقترح حاجة قبل ما تغضب وتعمل مشكلة، وبعد كده لازم تعتذر عن الغضب اللي انت غضبته، لأن غضب الإنسان ايه؟ لا يصنع برا الا انت عملت خطية. والغضب ده عامل زي ايه؟ بتحل غلطة وغلطة، شر بشر. ها لو هي اصلا لو هي اصلا غلطة يعني، ممكن تاني ده بحسن نية يعني. عارف ليه؟ ان هي عندها حكم مسبق على بنتها، ان بنتها تقصد تغيظني، بنتي تقصد ما تسمعش الكلام، هي تقصد ان هي صح. ما هو الغضب كده، الغضب مجموعة خطايا جوا بعض. انا حاكم على اللي قدامي، انا ادنته، انا حاسس ان انا افضل منه، انا حاسس ان هو يستاهل العقوبة، محبتي دي قليلة، ما عنديش صبر، كل ده اسمه غضب. عشان كده في الاخر ايه؟ غضب الانسان لا يصنع برا الا. مفيش مشكلة تتحل بالايه؟ تحكمش احكم على نفسك. هو يقولوا كده قم احكم على نفسك قبل ان يحكم عليك. كل واحد يحكم على نفسه، طلع الايه؟ الخشبة اللي في عينك قبل ما ايه تطلع القذى اللي في عين اخيك. هل. طب وآية 21 و22 و23 الجزء اللي بعده ده كله بقى على ايه؟ على نقطة معينة اللي هي من 21 لـ25. ودلوقتي بيناقش الايه؟ السلوك بقى المسيحي بقى الصح. تجربة غطيناها، والتجربة الشخصية اللي انا ايه بوقع نفسي فيها غطيناها، وقال لك بعد كده ايه؟ خلي بالك موضوع الغضب ده ما يسمعش بر الله، اسمع كتير واتكلم قليل مش عارف ايه بتاع. دخل بعد كده بقى على حاجة تحمينا حماية جبارة جدا وتصلح من حالنا بكل المقاييس، اسمها ايه؟ الوداعة. هيك بتقولي ايه؟ كلمة. هو الجزء ده كله على الكلمة، كلمة الله وعمل كلمة الله. ايه بقى عمل كلمة الله؟ شوف بقى في 21 يقول ايه؟ اطرحوا كل النجاسة وكسر الشر. يعني كفايكم بقى التفكير الشر ده، خلينا نشوف الصح ايه. الصح اقبله بوداعة. ها مش ايه افهم بعجرفة، لا اقبل بوداعة. ليه يقول بوداعة؟ ان ارادة الله محتاجة طاعة، والمحدش هيطيع الا لو هو ايه؟ متواضع. صح؟ حدش متكبر هينفع يطيع، متواضع ممكن يطيع. صح؟ فقال ايه؟ اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ايه؟ ان تخلص نفوسكم. ولكن كونوا ايه؟ يعني ايه كلمة مغروسة؟ هي كلمة هنا بتخش تعمل ايه؟ ما في كلمة مسموعة، لما هنا بقولك هنا الكلمة المغروسة، يعني ايه كلمة المغروسة هنا؟ مغروسة يعني ايه؟ زي الايه؟ زي النبات كده، حطيت بذرة وغرستها متوقع انها تطلع ايه؟ ثمر. اهو دي كلمة ربنا كده، ان هي مغروسة يعني جاية داخلة تعمل ايه؟ تغير فيه، داخلة تصلح. صح؟ عشان كده في آية في أشعياء يقولك يقول ايه؟ كلمتي لا ترجع الي ايه؟ فارغة، بل تنجح فيما أرسلتها له. فاهمين؟ يعني مثلا واحد زي أنطونيوس، أم أنطونيوس كده لما يخش يسمع كلمة في الإنجيل، كلمة عملت إيه؟ لأهل بيته، قلبت كيانه. تمام؟ 200 واحد كانوا واقفين
وسمعوا نفس الكلمة. لما في وداعة في استعداد، حتى الكلمة داخلة ايه سهم كده هو اتغرست جوه، جابت الرهبانة كلها. صح؟ عشان كده حكاية الكلمة المغروسة دي يعني ايه داخلة مهدفة. عشان كده اللي بيقرأ الانجيل لانه ضمير واجعه مش هياخد الكلمة المغروسة، انما اللي بيقرأ كده ان شاء الله باراجراف قعدنا كده ايه نتأمل زي ما احنا قاعدين كده نتأمل. او اللي احنا بنعمله ده اسمه تأمل، واخد بالك؟ يمكن عشان تتأمل اصحاح كتير خد نص اصحاح، خد باراجرافين، صح؟ اربطهم ببعض، فكر، اغرس، خلي الكلمة تخش وتجيب ثمر. هتجيب ايه؟ ادي النهارده هو اتعلمنا حاجات كتير، ممكن نقطة منهم تكون ايه لمساك تقول بس دي انا هعيش بيها، دي انا اخدها تدريب ليا. هكذا ايه كلمة اتغرست وجابت ايه؟ جابت ثمر. مش كده؟ مش كده بيقول الكلمة المغروسة في بقى لو دخلنا في المعنى اليوناني، كلمة مغروسة دي عاملة زي بالظبط الجنين في البطن. شوفوا ازاي؟ أنا في الكلمة الحية بس بمعنى الإخصاب، بمعنى الإخصاب. فاهمين ازاي؟ يعني كأن بيتولد في حياة، كأن بيتولد في كلمة بس تخش، كأن اتولدت في ايه حياة جديدة. يعني كلمة جاية معها الايه الحياة. عشان كده ما تقرأ وصية اوعى تستصعبها، الوصية معاها قوة على تنفيذها. يعني ايه؟ يعني قوة الله اللي وعي الامر مديك قوة تنفذ، تعتمدش على نفسك ولا تستصعب. والحاضر والحاضر عاوز اخلص احسن وقت سبق قريبينا. فهنا بيقول بقى اقبل الكلمة واعمل بيها. اياك تاخد الانجيل دراسة، دراسة وتنفيذ فعل، واخد بالك؟ ما تخدعش نفسك. لازم ان انت ايه تسمع الكلمة وتنفذها وتسيبها تغير فيك، وتسيبها تغير. 26 بيتكلم على لجم اللسان، هي ايه؟ افتقاد اليتامى والارامل. دي ممكن نلخصها نقول ايه؟ الاحساس بالغير، الاحساس بضيقة الناس. عكسها ايه؟ الواحد بيفكر في نفسه. لا، الواحد بيفكر في نفسه، انا مالي، ما هو اللي يموت يموت واللي يعيا يعيا. لما واحد لا، دول عيلتي، دول جسد المسيح، دول لازم احس بيها. صح؟ يبقى لخص الديانه في محبه القريب. والنقطه الثانيه اللي هي ايه؟ حفظ الانسان نفسه ايه؟ بلا دنس من العالم. يعني ايه؟ الله هو ليه مكانه في قلبي، مش انا، مش انا، مش انا بقى ايه مزاجي ورغبتي. لا، احفظ نفسك بلا دنس في العالم، يبقى انت محافظ نفسك هيكل للايه؟ للروح القدس. ونقف هنا عشان ايه؟ ندي فرصة ان احنا نبتدي الصلاة، ندي فرصة شايف في حاجات حلوة جاية وبتاع. وربنا المجد دائما ابدي.